عناوين الصحف اللبنانية لليوم السبت 28 كانون الأول 2023. صحيفة النهار: المعارضة موحدة في مواجهة الانقلاب والتعطيل. الدولار ارتفاع جنوني صباحا وانخفاض فجائي مساء. اجتماع باريس حول لبنان في السادس من شباط المقبل على مستوى مديري الخارجية. صحيفة نداء الوطن: المعارضة تستجمع قواها لصد النظام البوليسي. زيارة عبد اللهيان عززت مناخ التشدد في بيروت، تدبروا أمركم. جبهة لمواجهي الانقلاب بدل البيانات والتمنيات. صحيفة الجمهورية: المشهد الداخلي جنون على كل المستويات. تصعيد أمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟ صحيفة اللواء: ثلث المجلس يستجمع قواه وباسيل للتحرك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجي. لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين وساعتا كهرباء يوميا على ذمة المؤسسة. الصيغة اللبنانية عصية على الاستتباع والإلغاء. صحيفة الأخبار: عبدالله الثاني ابن سلمان يتآمر علينا. وثائق تفند مشروع محاصرة الأردن لإغراقه بالفوضى. عويدات يجمع أدلة تدين البطار وتطيحه. توقيع قطر إنرجي مع توتال وإني يفتح باب الحفر والتنقيب. 4.4 مليار قدم مكعبة من الغاز في البلوك 9. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com.